يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد طلبة العلم يقول إن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، يقول إن هذا الشيخ عبد اللطيف هو يكفر بالعموم، فهل قوله صحيح؟ هذا كلام باطل. الشيخ من أحذق العلماء في هذه المسألة رحمه الله، ولا يكفر بالعموم، إنما يكفر من كفره الله ورسوله بالدليل. نعم، لكن هؤلاء يتجنون على أئمة الدعوة وعلى العلماء، هذا من كلامهم. نعم.